ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خلف سقوط سيارة من أعلى كاريان قديم بحي جامع المزواق حالة من الذعر والهلع وسط ساكنة الحي. ووفق مصادر من الحي، فإن صاحب السيارة أوصل أولاده إلى منزل الأسرة بحي تجزئة حمادي المتواجد أعلى الكاريان قبل أن يفاجأ بانحدار السيارة وسقوطها. السيارة التي هوت من ارتفاع كبير لم تخلف ضحايا في الأرواح، رغم سقوطها من مكان يلجأ إليه غالبا متعاطو الممنوعات القوية. وفور سقوط السيارة تم إخطار المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان لمعرفة أسباب ودواعي الحادث.